السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ اخباركم؟ رمضان كريم ان شاء الله علينا وعليكم وعلى امة سيدنا محمد. اليوم حبيت اسوي لكم طريقة عمل البرغل على الطريقة الموصلية. طبعا هاي طريقة كلش طيبة من صديقتي من اهل الموصل، تعلمتها كلش طيبة. راح استخدم عندي البرغل، طبعا مقادير حسب اعداد العائلة. يعني البرغل الخشن ان شاء الله يا رب يكون واضح عندكم هالشكل، هذا الحبة الخشنة. عندي كوبين من البرغل وعندي كوب من الشعيرية، أنا محمصتها هاي. طبعا إذا ما محمصيها لازم تتحمص بالبداية. كوب من الشعيرية ودجاج، عندي دجاجة كاملة تقريبا شي وزن يعني 1.6 كيلو أو حسب أعداد العائلة مثل ما قلنا. عندي طبعا الزيت وعندي فلفل أسود وكمون والملح والورق الغار وثلاث حبات من الهيل، ورق الغار 2، ثلاث حبات من الهيل وبصلة. طبعا هاي للدجاج نستخدمه. وعندي الزيت والمي، وهسه راح نبدأ بطريقة العمل. طبعا أول ما أخلي الدجاج على النار، أخلي الدجاج بالجدر بالشكل هذا. راح اضيف للبهار طبعا عندي ثلاث حبات من الهيل اضيفها، ورقتين من الغار، واخلي له رشه من الكمون، شي ملعقه صغيره، وقليل من الفلفل الاسود. واللي يحب تتبيله يعني غير هاي التتبيله للدجاج ماكو مشكله، فلفل احمر او بابريكا، بس انا ما اريده يكون لونه احمر، بس اريد هذا الكمون والفلفل الاسود يوخر الزفره عندي من الدجاج. طبعا ما راح اضيف زيت. البصله راح اخليها كامله بهالشكل هذا، ما اقطعها بالسلق. انا يعني ما جاي اطبخها طبخ، وانما راح اسلق سلق واشيله، بعدين اخذه المي مالته راح اطبخ بيه البرغل، والدجاج راح اقليه واخليه يعني على الوجه، واخلي له مي. طبعا الكمية تكفي بالشكل هذا، وراح اخليه على النار تقريبا نص سوا، بعدين اخلي له الملح، ما اخلي الملح من البداية، راح اخليه على الطباخ وارجع لكم حبايبي. وهسه حبايبي بعد ما كمل عندي الدجاج استوى، طبعا ما سويته يعني على الاخر لان وراه تقلان نوب ما اريده ينهز حيل، راح اخذه واخليه بمعون اشهل يعني من الماي مالته، لان الماي او التشريب راح احتاجه بالبرغل. فبهالشكل هذا هسه راح ادي طريقة عمل البرغل. طبعا اليوم حبيت اسوي البرغل احمر، اللي يحب يسوي ابيض او يحب يسوي اصفر او يحب يسوي احمر. اكو ثلاث انواع من البرغل طبعا نطبخه. البرغل اللي يعني يكون ابيض كلشي ما نخلي له بهار بس فلفل اسود. البرغل الاصفر نخلي له قليل من الكركم او العصفر. البرغل الاحمر نخلي له يعني ملعقه اكل معجون طماطه او اكثر من ملعقه او اقل يعني حسب عدد افراد العائله. انا اليوم راح اخلي تقريبا شي ملعقه اكل بس يعني مو معبايه، يعني تقريبا يعني وسط. راح اخلي اول شي زيت طبعا، واكو فقره لازم تعرفوها بالبرغل، يحب الزيت هوايه يعني مو مثل التمن، يعني لازم اخلي كميه كبيرة من الزيت. يعني مثلا إذا أخلي للتمن لنفرض استكان البرغل لازم 2 استكانين أخلي، يعني عدال نفس كمية البرغل نفس كمية التمن من أقيسه، بس كمية الزيت أكثر، يحب زيت أكثر. واللي يعني مثلا أهل السكر أو أهل الدايت يحبون يسووا يعني قليل زيت، طبعا ماكو مشكلة يسووا عادي، ما يعني ما يأثر. بس شنو يعني كل ما تكثري له زيت كل ما ينطي طعم اطيب ونكهه اطيب. واذا تخلون يعني دهن او سمن العربي
طبعا ينطي النوب نكهة أطيب وأكثر. وهسه راح أخلي الشعرية بهالشكل هذا، راح أخليها على الطباخ. أنا عندي محمصة الشعرية فما أحتاج أحمصها، بس أخلي مجرد أنه يحمى عندي. راح أضيف عليه البرغل. أنا طبعا البرغل اللي غسلته ونقعته بشوية ماي، وهسه راح إن شاء الله أشوفكم الطريقة على الطباخ. وهسه حبايبي خليته على الطباخ بهالشكل هذا، انتظر شوية يحمى عندي. طبعا من نطبخ بزيت من الافضل انه يعني ما نخلي يكوي الزيت، نخليه على البارد نشتغل يكون اطيب طعمه. كثير من الزيت اكو بي طعم يعني شوية يكون ظاهر طعمه او شيء، فمن نخليه يكوي ونحط المواد اللي يريد نطبخها ينطي طعم يعني يخرب طعم الاكل عندنا. بس بهالشكل هذا ما راح يأثر على الطعم، يعني ما يسوي طعم، حتى طعم الزيت يبقى طعمه العادي ما يتأثر. بس بدا يحمى عندي الزيت. طبعا مثل ما قلت لكم اذا شعرية مو محمصة مو نقليها، تخلوها وتخلوها الى ان تصبح لونها ذهبي بهالشكل هذا. نضيف البرغل. طبعا البرغل اهم شيء يكون برغل خشن، ما يكون يعني برغل ناعم. هاي الطبخه مالتنا بهالشكل. طبعا اضيف الملح. الدجاج انا هم خليت له ملح، فما راح اضيف كميه كبيره من الملح لانه راح اضيف كثير الدجاج. راح اضيف هنا بس فلفل اسود، واللي تبي خلي مرق ماجي او يعني بهارات طبعا ما ترهم بيه، بس الماجي يرهم بيه، الماجي المطحون او الماجي المكعبات او فلفل اسود. الفلفل الاسود يعني ينطي نكهه كلش طيبه بصراحه. انا بصراحه ما كنت احب البرغل، بس صديقتي سوته موصليه هي بالاصل، قالت احنا هيك نطبخها. ومثل ما تعرفون اهل الموصل مشهورين ب يعني بطبخه البرغل، بس هم قسم مرات يسووه على دجاج وقسم يسووه على لحم، فيرهم بال يعني بالطريقتين. كلش طيب طبعا بالدجاج وباللحم كلش طيب. وما ننسى احنا راح نضيف مرق الدجاج عليه او شوي بالدجاج، راح نعطيه نكهه كلش طيبه. واحنا نسويه يعني الدجاج طبعا مثل ما نطبخ التمن يكون الماي او مرق الدجاج، وقسم من عندهم يحبون يطبخوا بدون دجاج او لحم هم يرهم، يخلوا له مرق دجاج مرق الماجي العفو مكعبات ماجي هم ينطي نكهة كلش طيبة. بس طبعا اذا على دجاج او لحم طبعا يصير الطعم غير. اخذ الكمية اللي تكفيني لسوى البرغل. طبعا اني راح اخلي له معجون اسوي احمر، فما اضيفه هسه مو من البداية، راح اخليه يطبخ شوية. راح اضيف له النوب مي. طبعا دائما البرغل يعني يحتاج اكثر من التمن مي او تشريب. بهالشكل هذا صار عندي. راح اوطي النار على الوسط اخليها، واخليه اغطيه واخليه يطبخ نص سوا تقريبا، واضيف له المعجون على مود ما يصير عندي حبة البرغل يعني قوية من اضيف له المعجون. تعرفون المعجون بيه شوية يعني نسبة من الحموضة، راح يصير عندي قوي. اخليه بهالشكل هذا فتشي 5 دقائق يطبخ على نار متوسطة، بعدين اضيف له المعجون واخليه يكمل طبخ والى ان يستوي ان شاء الله ينشف واشوفكم يا حبايبي. وهسه حبايبي
المسار عندي بهالشكل هذا تقريبا. البرغل نص سوا راح اخلي له ملعقه صغيره، يعني ملعقه اكل بس مو معبيتها، اني ما اريده يعني حيل غامق. راح اخلطه للمواد بهالشكل هذا واشوف اذا يحتاج النوب معجون اضيف له، واذا ما يحتاج هذا كافي. اريده يكون يعني لونه احمر فاتح، ما اريده يكون لونه احمر غامق. مثل ما تشوفون حبايبي يعني بعد بيه مي بس شي قليل، يعني ما خليته ينشف للاخير ولا حطيته من البدايه. تقريبا استوى عندي نص سوا، طبعا هسه ما راح يبين لونه من البدايه، لون المعجون الا شويه يطبخ مع البرغل ينطيني اللون الوردي وينطي طعم كلش طيب طبعا للبرغل، يعني شويه حموضه على طعم الدجاج، يعني فتشي روعه يطلع الطعم. وهسه بهالشكل هذا صار عندي، احتمال اضيف له شويه، راح اخليه يعني شويه يطبخ على نار هادئه كلش. اذا شفت لونه يعني بعده فاتح راح اضيف له شويه يعني بطرف الخشوخه، ما احتاج يعني كثير. رجعت لكم حبايبي بعد ما خليت البرغل على الطباخ، وهسه تركته على يعني على العين الصغيره او على نار هادئه حتى يتهدى على كيفه. جيت اسوي لكم طريقه من الزلاطه التركيه، طبعا زلاطه كلش طيبه ومفيده. طبعا هنا عندهم يعني خاصة انواع مو مثلنا، احنا بالعراق يمكن موجود عندنا نوعيه او نوعيتين او ثلاثه بالكثير، هنا تقريبا شي 6-7 انواع اذا مو اكثر، يمكن يصل الى 10 انواع من الخس. اذا هاي نوعيه من الخس هالشكل هذا، يكون صغير من فوق اخضر، من العفو من جوا اخضر ومن فوق يصير هذا لونه هيجي. اكو نوعيه يصير كله احمر. اشكال وانواع الخس طبعا مثل ما تعرفون يعني فوائد الخس كلش بفوائد كثيره، خصوصا اللي عندهم مشاكل بالمجاري البوليه، يعني انصحهم انه يكثرون من اكل الخس. عندي هذا خس، عندي هاي والله بصراحة ما أعرف شو اسمها، بس هم يخلوها بالزلاطة كلش تنطي طعم طيب ونكهة طيبة للسلطة أو الزلاطة. راح أخلي لها بصل أخضر، أخذ بس اللي يعني المنطقة الخضراء، الأبيض ما راح أخذه، قليل من المعدنوس وطماطة، يفضل إنه تكون من الحبات الصغار تنطي منظر كلش حلو، وحبة بصل واحدة بصل حلو يعني يكون. اخذ وحده، هذا ما راح استخدمه بس الاخضر، فراح استخدم هذا حبه البصل. ونبدا بطريقه العمل. طبعا راح اقطعها تقطيع يعني كبار مو ناعم، طبعا النفة ونغسله كل الزين، بعدين من نجي يعني اسوي اوخر اقص هذا الجزء من عنده اللي هو يعني الجذل مثل ما اقول هالشكل هذا، وابدي بالثرم، ثرم خشن. هالشكل هذا يصير عندي. راح اثرم من هاي حتى ما اطول عليكم الفيديو. نفس الثرم، هم ثرم خشن، يعني هاي الحلو الزلاطة او السلطة تنأكل بالشوكة ومفيدة كثير لأهل الرجيم، كلش مفيدة. بالشكل هذا راح اخذ المعدنوس العفو طبعا كمية المعدنوس مثل ما تحبون، اللي يحب كثير او قليل، يعني كمية الزلاطة عندي مو كثيرة، فحبيت اخلي له بس يعني ينطي نكهة. معدنوس او كرافس طبعا ما يأثر.
بالشكل هذا. ارفعها كلها طبعا تنثرم عندي خشونه ما اثرم شي ناعم. هاي البصلة اثرمها شرائح كثيرة على كلش. شكد نقدر نرفعها افضل تنطي طعم اطيب. هالشكل هذا صارت عندي. حبات الطماطه طبعا مثل ما قلت لكم نختار الحبات الصغار طبعا تقدرون تخلوها بهالشكل او تقسموها بهالشكل هذا. وهاي زلاطة اللي يحب يخليها زيت زيتون او بدون زيت، يعني قسم من عندهم ما يحبون يخلون زيوت لها، فهاي يعني حسب راحتكم. ونخلي لها طبعا قليل من الليمون، اعصرها عصرة ليمونة والملح اضيف لها اياه. وانا راح اكمل زلاطتنا وارجع لكم ان شاء الله حبايبي وقت التقديم. وهسا حبايبي بعد ما كمل فطورنا ان شاء الله ننتظر الاذان. هاي الزلاطة مالتنا طبعا بس خليت لها ليمون عصرة ليمون وزيت زيتون قليل من زيت الزيتون، وهذا البرغل وقليت الدجاج وخليته فوقه لان يعني ما حبيت يطول عليكم الفيديو يعني تخلع عادية. وهاي ان شاء الله كل فطورنا والف صحة وهنا عليكم.